سؤال كثير من الناس بتسأله، إزاي أحصن نفسي من الوقوع في الذنوب الكبيرة؟ والسؤال ده في الحقيقة لو نظرنا إليه نظرة موضوعية من وفق أحكام الشريعة الإسلامية هنلاقي إن السؤال في حد ذاته غلط، والغلط في السؤال ده بسبب إن مفيش أي إنسان على وجه الأرض معصوم من الخطأ أيا كان نوع الخطأ إيه. الخطأ ده طبيعة بشرية في الإنسان، والعصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش معنى أبدا ومش سبب أبدا لأي حد إن هو يعني يتكل على هذا الكلام ويخطئ. الكلام ده لبيان حقيقة الإنسان ليس أكثر. لكن بشكل إجمالي نقول ربنا سبحانه وتعالى رحيم غفور رؤوف سبحانه وتعالى تواب لمن تاب إليه ورجع إليه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى وعدك أنك إذا أذنبت تب إلى الله سبحانه وتعالى وسيتوب عليك. فلو أذنبت 1000 مرة تب إلى الله عز وجل 1000 مرة والله عز وجل سيقبلك. الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعلشان الإنسان يحصن نفسه أو يمنع نفسه على الأقل من الوقوع في الذنوب الكبيرة، لازم في البداية أنا أستعين بربنا سبحانه وتعالى وأدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يعصمني ويمنعني من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. كمان الأسباب التي تؤدي إلى المعصية أو إلى الذنب كل واحد فينا أضرب حاله من أي حد تاني، وكل واحد عارف إيه السبب اللي ممكن يحصل له فمن أجله يغلط أو يذنب أو يرتكب ذنب معين في حياته هو مصر عليه أو مبتلى به في حياته بشكل عام. فكل إنسان يعرف إيه السبب اللي يوصله للذنب ده ويمنع السبب نفسه من البداية، سواء كان بمرافقة أحد الناس أو بفعل معين أو بوقت معين فراغ في حياته يتعود في هذا الوقت أنه يعصي الله سبحانه وتعالى. فدوما الإنسان يستعين بربنا سبحانه وتعالى ويعالج كل الأسباب الممكنة التي تؤدي إلى هذا الخطأ. كمان من الأسباب المهمة جدا والتي تعين الإنسان على الامتناع عن المعصية بشكل عام، فكرة النظر إلى الذنب من باب إن ده ذنب صغير وذنب كبير، فالصغير فيه تساهل أو فيه نوع من التهاون في فعله، أما الكبير فهو ذنب عظيم ما ينفعش إن أنا أعمله. لو الإنسان بينظر للذنب بهذه الصورة فالتهاون والاستهزاء بالذنب الصغير كبير في حد ذاته. كمان الاستهزاء بالذنوب الصغيرة حتى الإنسان يعني يعملها ويدوم عليها، هذا الأمر يعني يزرع في قلب الإنسان حب الأمر، حب المعصية نفسها، ويعتاد هذا الأمر حتى يعني يستسيغ الذنب ويستسيغ فعله، فيصل به إلى أنه في قلبه وفي هواه يألف المعصية حتى لا يفرق بين صغير وبين كبير. فأيا كان الحال وأيا كان الوضع للإنسان عليه، دوما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل من كل ذنب فعله في حياته، والله سبحانه وتعالى برحمته وبمغفرته وبتوبته علينا سبحانه وتعالى وعدنا أننا إذا تبنا إليه سيرحمنا وسيقبلنا وسيغفر لنا ذنوبنا، بل وأعظم من ذلك سيبدل لنا ذنوبنا كلها وسيبدل سيئاتنا كلها إلى حسنات، وهذا وعد من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يحفظنا من شرور الذنوب والآثام والأسقام، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.